هناك كلهم تعبانين، وفي ناس توصلهم مش المصاري، المصاري يعني شو اسمها هي كانتين. يلا يا بجهزوا حالكم يلا ها اكشن. التنقل ما بين السجون جدا صعب، المعاملة جدا صعبة، أي مطلب لحياة بسيطة ما ممكن يتحقق إلا عن طريق إلا بعد معاناة من الأسرة. كل مرة بيجيبوا الأغراض بدخلوا لهم شيء يعني صور وداخليات مسموح بس مش دائما بخلوا على مزاجهم هم. وكل يعني لو سمحتوا يعني احنا ما دخلناش لابن اولادنا وزي هيك برضوش، بس لون البني مسموح غير هيك ما تجيبيش. احنا بنتعب بس لما نشوفهم خلاص بننسى التعب، احنا بنبقى مشتاكين انه نشوفه بس برتاح بس يشوفنا. وانا عمري ما وديت له اي اخبار بتصير عنا هنا، بس بروح بس عشان اشوفه و... كيف عايش كيف وضع مع الأربع بنات؟ كم واحد في المدرسة الأول؟ كلهم في المدرسة وابن الصغير في الروضة. فيها هو المدارس يعني هي هذه السنة سهلوا علي شغلات إنه سلموه المريل. بعدين قطعوا المعاشات واضطريت إني أشتغل، بكتش أشتغل قبل. واشتغلت في شو اسمه؟ في مكتب الوكالة. قهوة وشاي ومسح وزي هيك. أو فيش واحد زي جمال يعني طلب أنه مرضه بيشتغل بالشغل، بس أنا بدي أتحمل مسؤولية أولاد هذول. أولادي اثنين وحسابي أنا لنا. هم أمي بيعانوا في السجن، في مشاكل جديدة صارت عاوة حماس وفتحوا بين الأحساب هناك. بيطلع جوزي مو حلمي يعني، هو بيخفف عن شغلاته بحس انه يعني حنانه اعطاه لاولاده مش محرومين يعني. يصحوا الصبح يلاقوا ابوهم، يجي العيد يلاقوا ابوهم معاهم يعني، مش زي اي ابوي قاعدين عندي اولادهم. وهم اللي اصلا الجيش بعطونيش فرصه اخذ كل اولادي مع بعض، لانه ممنوع اخذ خمسه. مره باخذ بنتين والصادق الصغير لانه ما شافش ابوه هذا من سجن، لك عمره 3 أشهر.